أحسن الله إليكم، هذه أختكم من سوريا تقول مين هذا رمز الاسم، تقول أرجو من فضيلة الشيخ صالح الإجابة على سؤالي بالتفصيل، وهو عند الدعاء للميت وبعد الانتهاء منه يقولون وهبنا هذا الدعاء إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح ميتنا فلان، ونحن ننهاهم عن هذه البدعة أي على روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول له ونقول لهم بأن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما صحة ذلك مأجورين؟ نعم، ما ذكرتموه صحيح، وهو أن هبة الأعمال أو الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء لم يرد به دليل، لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما صح أنه قال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال بعد الفراغ من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فيتحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا شيء ورد به الدليل، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا خاص في هذا الموطن، وأيضا الفائدة تعود إلى السائل نفسه بقول حلت له شفاعتي، وأما أن تهدى إليه ثواب الأعمال أو ثواب الدعاء هذا شيء لم يرد به دليل فلا يجوز فعله، وكذلك لا يقال نهدي ثواب دعائنا إلى فلان أو فلان، وإنما يدعى له بدون أن يقال نهدي ثواب، فتقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلانا، اللهم ادخله الجنة، اللهم كفر عنه سيئاته وارفع درجاته، ولا تقول أهدي إليه ثواب دعائي، أن هذا شيء لم يرد، والله جل وعلا يقول لنبيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ويقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.